الأحمد. عبد الفتاح عسيري ياخذ كورة. سوزا يتقدم. غريب خذوهات محاولة نقلة للأمام لكن عدت مرة ثانية، ما زالت للنادي الأهلي يحاول فيها اللعبة للأمام طويلة على الرأس هياها محاولة تسديد جول. محاولة محاولة ما بجول. نعم جول. من يفتتح غيره؟ من يفتتح غيره؟ عمر السومة. الأهلي في الجوهرة بالتخصص بالتخصص، وعمر السومة يكون هو الآن المتخصص في الشباك الاتحادية. نعم أول أهداف الديربي، كانت النوايا واضحة من البداية. القلعة الأهلاوية قلعة الكوز تريد هذه الليلة هي رفعة روز من العقيد. عمر السومة الهداف الكبير يظهر في الليلة الكبيرة في الديربي الكبير. هذه نقلة وهذه لمسة الأولى هو اللي هياها، بعد ذلك ردت من حارس المرمى عمر السومة. 40 دقيقة لكن كان يعني يمكن اللاعبين ممكن كان يعوضون في شوط المباراة الثاني عن المستوى، لأنه خلاص يعني ضياع النقاط اعتقد. اوه هذه كره ملعوبه للامام، فهد المولد انطلق، فهد مر، فهد محاوله امام المرمى امام الجول. اوه عمل كل شيء كل شيء كل شيء. الله 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 الله، هذا كل شيء هذا كل شيء. فهد عمل كل شيء. ان الشباك اتى، من يهز الشباك اتى نادي الاتحاد. عاد العميد، كرة وحيدة تقدم فيها برغبة فهد المولد الأسمراني يظهر مرة ثانية، لكن تحركه كان رائع. شوف الأمام ثلاثة ما شاء الله، انطلق كسام من الأول من الثاني، قال العويس أيضا هذه الكرة. شوف المتابعة، شوف رومارينيو، جاء عبد الإله المالكي من الخلف. عبد الرحمن غريب، راح عبد الرحمن، انطلق عبد الرحمن من الأول بالمهارة لكن ينتظر أنه يغير الاتجاه. لا قال حسين عبد الغني تعال، لعب الكرة عالية حسين عبد الغني طويل، هذه وصلت خطيرة أمام الجول أمام الجول أمام الجول. عمر السومة عمر السومة مرة أخرى يظهر، قلنا هو المتخصص عمر السومة. كل الكرات في أقدامه محسومة محسومة، واحدة بس تكفي. عمر السومة وصل العقيد، سجل الراقي، وصل الإمبراطور عمر السومة، وصل الإمبراطور عمر السومة، سجل الجول الثاني. عمر السومة فقط حسية الهداف عنده حسين عبد الغني بعد ما لعب كورة جميلة عنده